نعرف المعلم المعلمي احمد باكرو قلنا هو مرعوش. اذا قد تواصلت السياح طبعا هناك ثلاث مجموعات للموسيقى كما قلت الصوفيه الروحيه، هناك الفن الغناوي ايضا العيساوي والحمدوش. الثقافة والفن بأسفي إلى هذا الحضور الكريم الذي شرفنا بحضوره الفعلي، كما نتقدم بخاطر شكرنا إلى مجلس المفارش أسفي، ومع الشكر موصول للمندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة الأسفي. في رئيس جمعية فارورا للثقافة والفن، في البداية أود أن أتقدم بكامل الشكر والجزيلة إلى الحضور المكتب الذي شرفنا بحضوره الفعلي في هذه الدورة، كما نشكر كذلك المندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة بأسفي، وكذلك نشكر كل من ساهم لا من قريب ولا من بعيد في إنجاح هذه الدورة، وكذلك نتقدم بخالص شكرنا وامتناننا إلى أعضاء المكتب المسير للجمعية والرؤساء الشرفيين والأعضاء الشرفيين للجمعية والمنخرطين والباحثين والمهتمين بهذا التراث الأصيل. وكما كذلك هذه فقرة ديال هذه الليلة فهي فقرة ربانية روحانية تضم قناوة عيساوة أحمد شا وفرجتكم ممتعة لساكنة أسد. الرحيم، أولا نعرفكم بنفسي، أنا سميتي التغيتي عبد القادر، قناوي مع مجموعة شيوخ قناوة برئاسة المعلم أحمد باقبو. إحنا المناسبة على جينا لهنا لأسفي، جينا على قبل الدورة 11 مجموعة فارورا، جمعية فارورا الثقافة والرياضة. هذه صافي 11 سنة تقريبا وحنا تنشاركوا كل عام. الجمعية تترأسها الأخ الرئيس سي كمال لطفي اللي كنشكروه بزاف على المجهودات اللي تيدير وعلى على هذا الحفاظ على التراث لا القناوي ولا من غير القناوي، لأنه تيدير مثلا قناوة وتيدير عيساوة وتيدير حمادشة. المهم اللي بنقوله أن الإنسان هذا تقريبا هو اللي بقى فاسفي، هو اللي محافظ على الطرقة والطريقة التقليدية ديال تا قناويت ولا ديال تا عيساويت ولا تا حندوشيت. كما قلنا جينا شاركنا في هذه الدورة هذه، الحمد لله هاد الناس هادو راه كما العادة كل عام تيكبروا بينا، كل عام تيديروا بحسابنا وتيديروا لنا القدر. الحمد لله تنشكروا الناس اللي مكلفين بهذا المهرجان واللي صارين عليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.